بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. من جديد مع أخينا محمد شمس الدين، وهو يرد على أحد المشايخ الأزهريين الذين يصفون الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال وينفون عنه صفات المخلوقات والمحسوسات، ويصفونه بصفات الألوهية، تقدس اسمه سبحانه وتعالى. يقول الشيخ الأزهري، لا أعرف اسمه صراحة، يقول: نحن لا نثبت لله تعالى كل ما أثبته لنفسه. فتعالوا بنا نسمع كلام الشيخ الأزهري أولا، ثم كلام محمد شمس الدين في الرد عليه، ونعلق معا على كلام الرجلين على كلام الرجلين. من أثبت لله كل شيء أثبته الله في الكتاب أو على لسان رسوله في السنة حتما سيكون كافرا. أهم شيء هاي حركة الثقة، وهو الله أثبته، فأنا إذا أثبته كما الله أثبته فأنا أثبته، لأن الله أثبته أنا أكون كافر. الله أثبته، فإذا فعلت أنا أعترف لك أن قاعدتك صحيحة، وأننا حقا نكفر بما تقوله أنت. إذن هذا كلام الشيخ، يقول: لو أثبتنا لله تعالى كل ما أثبته لنفسه فهو كافر. تمام. محمد شمس الدين يقول: لا، بل نثبت لله كل ما أثبته لنفسه. فأنا أقول ما يلي: قضية إثبات نص ما أثبته الله لنفسه من حيث السند هي قضية لا خلاف عليها، يعني لا أحد من المسلمين يقول هذا النص ليس من القرآن وهو مكتوب فيه، ولا أحد من المسلمين يقول إن نصاً من القرآن قد فقد وليس مكتوبا في القرآن. فمسألة إثبات النص من حيث كونه نصا هذا ليس موضع خلاف بين المسلمين. أين الخلاف إذن؟ الخلاف هو أننا نرى في آيات الكتاب العزيز مواضع يذكر الله سبحانه وتعالى فيها صفات وأفعالا يدل ظاهرها على التشبيه. هذه هي موضوع الخلاف. نفهم من هذا أن في القرآن مواضع ليست أيضا موضع خلاف بين المسلمين من حيث المعنى، ونفهم من هذا أيضا أن بعض المواضع في القرآن لا يعلمها أحد إلا الله، ولكن اختلف المفسرون والعلماء من أمة محمد سيدنا عليه الصلاة والسلام في هذه المواضع التي لا يعلمها إلا الله. فقال أهل السنة الأشاعرة، ومنه هذا الشيخ الذي يتكلم، يقول: توجد بعض الآيات وبعض الأحاديث التي لا نستطيع أن نثبت معناها الظاهر. وتقريبا يقول هذا الكلام، يقول هذا الكلام نفسه محمد شمس الدين، فيقول: نحن نثبتها كما أثبتها الله. فأيضا كوننا نثبتها كما أثبتها الله ليست أيضا موضع خلاف. الخلاف ما هو المعنى المراد من هذا الذي أثبته الله في كتابه. وأنا أعطيكم بعض هذه الآيات. في قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، هل نثبت لله تعالى صفة النسيان؟ في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هل نثبت لله تعالى صفة الوجود الحسي الحقيقي الجسدي أم لا؟ في قوله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هل نقول معنا في الغار بالمعنى الحقيقي أم نؤولها؟ في قوله تعالى عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنه عرج به إلى السماء، وفي قولها مان عندما قال في قول فرعون عندما قال لهامان ابني لي صرحا لعلي أطلع الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى،
أثبت محمد شمس الدين ومدرسته أثبتوا أن الصعود إلى الله هو صعود حقيقي، صعود حسي مكاني، وأن الله موجود حقيقة فوق السماء، بدليل أن النبي أسري به إلى السماء، وأن العمل الصالح يصعد إليه وما شابه. طيب، إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى ربي، لماذا لا نقول ذهب ذهابا حقيقيا كما نقول إن الله موجود حقيقة بذاته فوق السماء وينزل حقيقة بذاته إلى السماء الدنيا؟ لماذا لا نقول إبراهيم ذاهب إلى ربي حقيقة بذاته، بذات الله يعني، إلى ذات الله حقيقة؟ لماذا؟ لماذا نؤول مثل قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب، السماء تطوى والله في السماء؟ لماذا نؤول فنقول الله في السماء حقيقة بذاته، ثم نؤول معنى طي السجل ونقول الله ليس فيها لأن الله لا يطوى؟ هذا الذي يقوله الشيخ الأزهري، يقول هناك بعض المواضع أو توجد بعض المواضع في القرآن التي لا بد أن تؤول، ولو أخذناها على ظاهرها لكان كفرا. نعم لكان كفرا، نعم لكان كفرا لو قلنا إن الله كان مع النبي وأبي بكر حقيقة بذاته في الغار. نعم لكان كفرا لو قلنا إن الله حقيقة بذاته ينسى بالمعنى اللغوي، لأن القرآن أنزل بلغة العرب، وأن الله ينسى حقيقة بالمعنى الحقيقي اللغوي لكلمة ينسى. نعم كفرنا لو قلنا إن الله يمكر، وفسرنا قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين بأن هذا مكر حقيقي يمكره الله حقيقة بذاته، وصفنا الله بأنه مكار لأنه خير الماكرين. نعم نكفر، نعم نكفر لو قلنا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم حقيقة بذاته. نعم نكفر لو قلنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب طويا حقيقيا وفيها الله بذاته لأن الله في السماء. نعم نكفر لو قلنا إن الله سبحانه وتعالى كان أمام إبراهيم حقيقة بذاته، وأن الله موجود على الأرض عندما قال إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى جسد ربي ومكان ربي وحقيقة ربي. نعم نكفر لو أثبتنا أمثال هذه الظواهر، لكن الحقيقة هي أن المدرسة الأشعرية بسبب أمثال هذه الآيات وأمثال هذه النصوص وجدت حلا وسطا جمعت فيه النصوص المتشابهة وردتها إلى النصوص المحكمة بميزان علمي صحيح، نتج عنه إثبات العقل في تبرير نصوص الشرع وفي فهمها وشرحها، لكي لا يتعارض العقل مع الشرع ولا الشرع مع العقل، وإنما يجتمعان في نموذج معرفي واضح، هو هذه المدرسة التي نسميها المدرسة الأشعرية، التي هي مدرسة أهل السنة والجماعة، والتي تعني في الحقيقة الجمع بين العقل والنقل. لكن سبحان الله، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أعطى بعض الناس عقولا يستطيعون أن يجمعوا فيها بين النصوص، ويستطيعون أن يردوا المتشابه إلى المحكم، ويؤولون ما يحتاج، ويستطيعون أن يؤولوا ما يحتاج إلى التأويل، وأن يثبتوا الظاهر عندما يتوافق الظاهر مع بقية النصوص، فإن الله عز وجل كريم يعطي من يشاء. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد حرم بعض عباده من هذه الميزة، فإنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله عز وجل يزيد في الخلق ما يشاء، بعضهم يزيدهم الله في صوته، وبعضهم في فهمه، وبعضهم في موهبة الرسم عنده، وبعضهم في كذا وبعضهم في كذا. ولكن في الحقيقة أن القرآن أنزل بلسان عربي مبين، وهذا اللسان العربي فيه الظاهر المراد، وفيه المجاز القريب، وفيه المجاز البعيد غير المراد، وفيه المعنى القريب غير المراد، والمجاز البعيد المراد، هكذا تكلم العرب. وبمثل هذا الكلام أنزل القرآن الكريم، ولذلك ومع هذا أنهي، ألف الإمام الطبري أشهر كتب التفسير على الإطلاق، وهو كتابه تفسير الطبري المعروف باسم تفسير الطبري، وسماه كما هو جامع البيان عن تأويل آي القرآن.
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وهو يذكر التأويل في كل آية من آيات القرآن الكريم على أنه التفسير، لأن كلمة تأويل تعني التفسير. فلو فتحنا هكذا مصادفة في أي آية لوجدناه أنه يبدأها بقوله القول في تأويل قوله تعالى، ويذكر الآية ثم يبدأ بتفسيرها. وأنا هنا فتحت هكذا صدفة فخرج معي قوله تعالى القول في تأويل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيقول قال أبو جعفر وتأويل ذلك وما يعلم الملكان إلى آخره، وأكمل التفسير. وهكذا في كل آية القول في تأويل قوله تعالى أولئك يؤمنون به، القول في تأويل قوله تعالى ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، وهكذا. استعمل التأويل بمعنى التفسير، وهو حقيقة هكذا، لأن التأويل تفسير بكل ما للكلمة من معنى، تفسير حقيقي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم والفهم والعمل، آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.